احنا بنشارك كولادها سندها والبوابة نيوز في رعاية مبادرة كاملة. ده ائتلاف جمعيات الأهلية عاملين مبادرة اسمها كاملة لا لختان الإناث، بناتنا كاملة اللي عايزينهم ناقصين. احنا لازم يبقى لينا دور فعال كإعلام تنموي، وده مش جديد على البوابة نيوز. احنا دايما في الشارع مع الناس، كل المبادرات او كل الظواهر السيئة احنا معاهم. بنبتدي النهارده جاي ائتلاف الاطباء الجدد الخريجين والطلبه، عايزين نخلق جيل من الاطباء واعي مثقف ينزل في الشارع، يبقى دوره مش موظف قاعد بيعمل اللي بيتقال له. هيبتدوا ان هم ينزلوا معانا في القوافل، وهيبتدوا يحاربوا معانا في دورات تثقيفيه الختان. احنا كولادها سندها عاملين حمله بلاش تجرحوها، وبدانا من الصعيد لان الصعيد في الاحصائيات اعلى نسبه للختان كانت في الصعيد، فعايزين يعني نبتدي ان احنا نحارب الختان من الصعيد. بدانا من المنيا وهي مسقط راسي، اخذنا قريه وابتدينا ضمنا للحمله رجال من الدين المسيحي والدين الاسلامي علشان يعززوا ويقووا الحمله بتاعتنا، لان دايما في الصعيد يقول لك الحرام والحلال والدين، وما فيش ولا ايه قرانيه ولا في الانجيل حاجه بتحس على الختان.